التوصل يستمر والانطلاقات متواصلة على أرضية هذا الميدان. انطلق شوطنا 11 في مجموعة الأشواط خصص الأبكار. الحجاج مقدمة الشوط والمركز الأول في هذا الانطلاق في هذا الإبداع الكبير والمثير. مقدمة الشوط الظبي ناصر بن سالم بن محمد الكتبي على الصدارة على مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني وصول وقدوم في هذا الانطلاق منهوبة أحمد الحزمي بن قناص العامري على مستوى المركز الثاني. والمركز الثالث تتقدم الشاهينية على المركز الثالث غيرت إلى الثانية سيب بن محمد الشرحبي الظاهرية على مستوى المركز الثاني. المركز الثالث حصل تغيير من خلال تواجد ضبا سعيد بن ضاحي بن حمد المزروعي بدأ يغير من الثالث إلى الثانية. المركز الرابع في هذا الانطلاق وصول وقدوم شعار بن ياعد من خلال تواجد عون خليه بن عبد الله بن ياعد الحميري. والمركز الخامس في هذا الإبداع وفي هذا الانطلاق الكبير والمثير وفي هذا الانطلاق يا سلام وصول وقدوم من خلال وقد منهوبة أحمد الحزمي بن قناص العامري بدأ يتقدم ولكن التغييرات التي طرت وجرت من خلال في هذا المسار تقدم شعار بالقمدة إذا صح هذا التعبير شعارات قادمة أسماء لم يحين موعد دخولها حتى هذه اللحظات في الصفوف الخلفية. يا سلام على هذا الإبداع على هذا الانطلاق على هذه التحديات الكبيرة المثيرة على أرضية هذا الميدان. ميداننا أيضا الشيخ سلطان بن زايد للتراث. يا سلام نعود إلى البداية نعود إلى مقدمة هذا الشوط إلى المركز الأول. ما شاء الله الظبي على الصدارة ناصر بن سالم بن محمد الكتبي على الصدارة على مقدمة هذا الشوط على المركز الأول. بن ياعد مع عون خليفة بن عبد الله بن ياعد الحميري على المركز الثاني. المركز الثالث وصل بالقمدة بشرة محمد بن صالح بن يابر بالقمدة العامري بدأ يوصل والقادم في هذا المسار مصر سعيد بن راشد بن سعيد بن مشيط المري بدأ يوصل في هذا المسار وينطلق على المركز الرابع. ولكن نعود ضبا على الصدارة ضبا على مقدمة هذا الشوط ولكن الظبي ناصر بن سالم بن محمد الكبي بدأ يتقدم. بن ياعد مع عون خليفة بن عبد الله بن ياعد الحميري قادم في هذا المسار بن مشيطة ولكن نعود عون على الصدارة على مقدمة هذا الشوط على المركز الأول. خليفة بن عبد الله بن ياعد الحميري يتقدم في هذا المسار وصل في هذا المسار وتقدم في هذا الإبداع الكتبي بالقمدة قادم بن مشيط هاجم واللحظات الأخيرة عون على عصافير الأبطال ولكن
ولكن تحركت، ولكن تحركت وانطلقت يا ذا المسار. عون 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 ما شاء الله تبارك الرحمن، عون ولون ودا رايح. سلام بن يوعد، سلام خليه بن عبد الله بن يوعد الحميري. والنقطة الثالثة للشعار، المركز الثاني وصوله وقدومه انطلاقه، وتقدم من خلال بشر محمد بن صالح بن ابي العامري. المركز الثالث الظبي مبارك بن مبخوت بالكعم العامري. المركزنا ايضا الرابع، المركز الرابع هذا الابداع وصول من خلال مسره سعيد بن راشد بن سعيد بن مشيط المري. والمركز الخامس هنا ايضا تصل بهذا الابداع الظبي ناصر بن سالم بن محمد الكبي. التوقيت الزمني 4:34. تهانينا والناموس لمالك عون، قدم لنا عون خليه بن عبد الله بن ياعد الحميري.